بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 89 والآية 90 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ففيه مسائل. المسألة الأولى، ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها. أحدها، قال الحسن والأصم: كان الرجل في الجاهلية إذا هم بشيء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولا كاملا، فنهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه تطيرا. وعلى هذا تأويل الآية، وعلى هذا القول تأويل الآية: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير، لكن البر من اتقى الله تعالى ولم يتق غيره ولم يخف شيئا كان يتطير به، بل توكل على الله تعالى واتقاه وحده. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لتفوزوا بالخير في الدنيا وفي الدين، كقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتمام التحقيق في الآية أن من رجع خائبا أن من رجع خائبا يقال ما أفلح وما أنجح، فيجوز أن يكون الفلاح المذكور في هذه الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله تعالى حتى تصيروا مفلحين منجحين. وقد وردت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التطير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، وقال: من رده عن سفره تطير فقد أشرك. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن. وقد عاب الله تعالى قوما تطيروا بموسى عليه السلام ومن معه، قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله. والآية المذكورة أو هذه الآية وردت في سورة النمل في الحديث عن ثمود تطيروا بصالح عليه السلام، قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى قوله: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وأما تطير قوم فرعون بموسى عليه السلام فقد ورد في سورة الأعراف في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما الحديث الأول فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وهذا اللفظ مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما الحديث الثاني فرواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. من ردته الطيرة في حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ يعني كيف يكفر من وقع في ذلك عن ذنبه؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الوجه الثاني في سبب نزول هذه الآية: روي أنه في أول الإسلام كان إذا أحرم الرجل منهم فإن كان من أهل المدن نقب في ظهر بيته نقبا منه يخرج ويدخل، أو يتخذ سلما يصعد منه سطح دار أو يتخذ سلما يصعد منه سطح داره ثم ينحدر. وإن كان من أهل الوبر أي من أهل البادية خرج من خلف الخباء، فقيل لهم: ليس البر بتحرجكم عن دخول الباب، ولكن البر من اتقى. والوجه الثالث أن أهل الجاهلية كان إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقبا منه يدخل ويخرج إلا الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية، وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم في دينهم من الحماسة وهي الشدة. وهؤلاء متى أحرموا لم يدخلوا بيوتهم البتة، ولا يستظلون الوبر، ولا يأكلون السمن والأقط، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ويعرف عندنا بالجميد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما ورجل آخر كان محرما، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه محرما من باب بستان قد خرب، فأبصره ذلك الرجل الذي كان محرما فاتبعه، فقال صلى الله عليه وسلم: تنحى عني. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: دخلت الباب وأنت محرم. فوقف ذلك الرجل فقال: إني رضيت بسنتك وهديك، وقد رأيتك دخلت فدخلت. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم في أمر الإحرام ليس ببر، ولكن البر من اتقى من مخالفة الله، أو اتقى مخالفة الله تعالى، وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا ما قيل في سبب نزول هذه الآية. المسألة الثانية: ذكروا في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه. الأول، وهو قول أكثر المفسرين، أن تحمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها في سبب النزول، إلا أن على هذا التقدير صعب الكلام في نظم الآية، يعني صعب الكلام في بيان العلاقة بين قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يقول: إلا أن على هذا التقدير صعب الكلام في نظم الآية. فإن القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في تغير نور القمر، فذكر الله تعالى الحكمة في ذلك، وهي قوله: قل هي مواقيت للناس والحج. فأي تعلق بين بيان الحكمة في اختلاف نور القمر وبين هذه القصة؟ ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من وجوه: أحدها أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة في اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت للناس والحج، وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها في الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه. والجواب الثاني عن وجه العلاقة أنه تعالى إنما وصل قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج، لأنه إنما اتفق وقوع القصتين في وقت واحد، إنما وصل قوله
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا وصلهما لأنه عندما اتفق وقوع القصتين في وقت واحد فنزلت الآية فيهما معا في وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر. وثالث الأجوبة كأنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة فقيل لهم اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم لكم. اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم لكم فإنكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك. هذا القول الأول. القول الثاني في تفسير الآية أن قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها مثل ضربه الله تعالى لهم، أي لم يرد به حقيقة الأمر بل هو مثل ضربه الله تعالى لهم، وليس المراد ظاهرة. وتفسيره أن الطريق المستقيم المعلوم هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون. الطريق المستقيم المنطقي أن يستدل بالمعلوم على المظنون، فأما أن يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب وضد الحق. إذا عرفت هذا فنقول إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعا مختارا حكيما، وثبت أن الحكيم لا يفعل إلا الصواب البريء عن العبث والسفه. ومتى عرفنا ذلك؟ وعرفنا أن اختلاف أحوال القمر في النور من فعله سبحانه وتعالى، من فعل ذلك الحكيم، علمنا أن فيه حكمة ومصلحة، وذلك لأن علمنا بهذا الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة، لأنه استدلال بالمعلوم على المجهول. فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم فهذا الاستدلال باطل، لأنه استدلال بالمجهول على القدح في المعلوم. إذا عرفت هذا فالمراد من قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يعني أنكم لما لم تعلموا حكمته عز وجل في اختلاف نور القمر صرتم شاكين في حكمة الخالق، فقد أتيتم الشيء لا من البر ولا من كمال العقل. إنما البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة خالقها. إنما البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة الخالق فتستدلوا بها على هذا المجهول فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة وإن كنتم لا تعلمونها. فجعل إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق المستقيم، وجعل إتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم، وهذا طريق مشهور في الكناية، فإن من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له ينبغي أن تأتي الأمر من بابه. وفي ضده يقال إنه ذهب إلى الشيء من غير بابه. قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وقال واتخذتموه وراءكم ظهريا. فلما كان هذا طريقا مشهورا معتادا في الكنايات ذكره الله تعالى هاهنا، وهذا تأويل المتكلمين. يقول ولا يصح تفسير هذه الآية على الوجه الأول، فإن تفسيرها على الوجه الأول يطرق إلى الآية سوء الترتيب، وكلام الله تعالى منزه عنه. القول الثالث في تفسير هذه الآية ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني أن المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله عز وجل له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام، فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. المسألة الثالثة قوله تعالى ولكن البر من اتقى تقديره ولكن البر بر من اتقى، إذن هنا حذف تقديره ولكن البر بر من اتقى، أي أنه حذف المضاف وهو خبر لكن المرفوع وأقام المضاف إليه مقامه، فهو كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، وقد تقدم تقريره.
هكذا يقول الإمام. يقول أبو علي الفارسي: ومثل هذه الآية قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، وتقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن، أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن، ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين فاعلين، إذ لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل. إذن التقدير ولكن البر بر من اتقى. المسألة الرابعة: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وقالون عن نافع البيوت بكسر الباء لأنه مستثقل الخروج من ضمة باء إلى ياء، والباقون بالضم على الأصل البيوت، وللقراء فيها وفي نظائرها نحو بيوت وعيون وجيوب، للقراء فيها مذاهب واختلافات يطول تفصيلها ويرجع فيها إلى كتب القراءات. وأما قوله تعالى: واتقوا الله، فقد بينا، يقول: وأما قوله واتقوا الله فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته. إذن بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته. إذن اجتناب هنا مفعول به لي بينا. إذن فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته. وقوله لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا، والفلاح هو الظفر بالبغية. قالت المعتزلة: وهذا يدل على إرادته تعالى الفلاح من جميعهم، لأنه لا تخصيص في الآية، والله أعلم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 90 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال في الآية مسائل: المسألة الأولى أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة في طريق معرفة الله تعالى، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأمر بالتقوى في طريق طاعة الله، وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات. فالاستقامة علم والتقوى عمل، الاستقامة علم والتقوى عمل، وليس التكليف إلا في هذين الأمرين، الاستقامة والتقوى، الاستقامة علم والتقوى عمل. ثم أمر في هذه الآية بأشد أقسام التقوى وأشقها على النفس، وهو قتل أعداء الله، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المسألة الثانية في سبب النزول قولان. الأول: قال الربيع وابن زيد: هذه الآية أول آية نزلت في القتال، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن قتال من تركه، وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. والإمام يشير إلى الآية 5 في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. القول الثاني في سبب النزول أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه لإرادة الحج أو لإرادة العمرة، في صلح الحديبية خرج لإرادة العمرة ونزل الحديبية، وهو موضع كثير الشجر والماء، فصدهم المشركون عن دخول البيت، فأقام صلى الله عليه وسلم شهرا لا يقدر على ذلك، ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم في العام القابل، ويتركوا له مكة 3 أيام حتى يطوف وينحر الهدي ويفعل ما يشاء، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وصالحهم عليه، ثم عاد إلى المدينة وتجهز في السنة القابلة. ثم خاف أصحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد وأن يصدوهم عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم، وكانوا كارهين لمقاتلتهم في الشهر الحرام وفي الحرم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها، فقال: وقاتلوا في سبيل الله.
المسألة الثالثة: وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعته وطلب رضوانه. روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يقاتل في سبيل الله، فقال: هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يقاتل رياء ولا سمعة. والحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المسألة الرابعة: اختلفوا في المراد بقوله الذين يقاتلونكم على وجوه. أحدها، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد منه قاتل الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج أو على وجه المقاتلة ابتداء، وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية. وثانيها، قاتلوا كل من له قدرة وأهلية على القتال. وثالثها، قاتلوا كل من له قدرة على القتال وأهلية لذلك سوى من جنح للسلم، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يقول الإمام: واعلم أن القول الأول أقرب إلى الظاهر، لأن ظاهر قوله تعالى الذين يقاتلونكم يقتضي كونهم فاعلين للقتال، فأما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه فإنه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على سبيل المجاز. ولا شك أن حمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على المجاز. المسألة الخامسة: من الناس من قال هذه الآية منسوخة، وذلك لأن هذه الآية دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين ونهى عن قتال غير المقاتلين، بدليل أنه قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم قال بعده: ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا هذا القدر، ولا تقاتلوا من لم يقاتلكم. فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين. ثم قال تعالى بعد ذلك في الآية التي بعدها: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فاقتضى هذا حصول الأمر بقتال من لم يقاتل، فدل على أن هذه الآية منسوخة. ولقائل أن يقول: نسلم أن هذه الآية، وهي قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني الآية التي تليها، دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا، لكن هذا الحكم ما صار منسوخا، يعني الحكم الذي دلت عليه الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى وقاتلوا الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قالوا الآية التي بعدها دالة على الأمر الآية التي نحن بصددها دالة على الأمر بعدم قتال من لم يقاتلنا، لكن هذا الحكم ما صار منسوخا. وأما قولهم إن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم دال على المنع من قتال من لم يقاتلنا، فهذا غير جائز. يعني أصحاب هذا القول حاولوا تأويل الآية بحيث لا تكون منسوخة بالآية التي بعدها، فحملوها على أوجه، فقالوا قوله تعالى ولا تعتدوا هذا يحتمل وجوها أخرى سوى ما ذكرتم، ومنها أن يكون المراد ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم وبينهم عهد، أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة، أو بقتل النساء والصبيان والشيخ الفاني. وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة، يعني لا يكون قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا على هذه التأويلات لا يكون منسوخا بقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإن قيل هب أنه لا نسخ في الآية، ولكن ما السبب في أن الله تعالى أمر أولا بقتال من يقاتل، ثم في آخر الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا؟ قلنا: لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين
قليلين، فكان الصلاح استعمال الرفق واللين والمجاملة. فلما قوي الإسلام وكثر الجمع وأقام من أقام منهم على الشرك بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال، حصل اليأس من إسلامهم، فلا جرم أمر الله تعالى بقتالهم على الإطلاق. المسألة السادسة، المعتزلة احتجوا بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، قالوا لو كان الاعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام، وجوابه قد تقدم والله أعلم. وهذه المسألة تتعلق بخلق أفعال العباد، والإمام ذكرها مرارا وتكرارا. وأقول الرد على المعتزلة أن الاعتداء إن وقع فإنما يريده الله عز وجل إرادة كونية، بمعنى أنه يحصل بإذنه سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يحصل بغير إذنه، ولا يريده إرادة شرعية. هذا الاعتداء يريده الله عز وجل إرادة كونية، بمعنى أنه لا يقع إلا بإذنه، ولا يريده إرادة شرعية، بمعنى أن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه. ونقف عند الآية 91 بعد 100، وهي قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.